السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، ونكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله في المحاضرة الثامنة من السلسلة، واللي بعنوان EBO Discrepancies، وهنتكلم عن آخر جزئية في المحاضرة دي. إحنا اتكلمنا قبل كده على المشاكل اللي في الفورورد والمشاكل اللي في الريفيرس، وقلنا ممكن يكون في مشاكل تظهر في الاثنين مع بعض. يعني اتكلمنا عن الفورورد والمشاكل بتاعته، عن الريفيرس والمشاكل بتاعته، وقلنا ممكن مشاكل تكون في الاثنين، هنا وهنا. دول بقى زي ايه؟ يا إما كولد آلو أو كولد أوتو أنتي بادي أو أنتي بادز، أو الغلو، أو إن يكون في ويك أو ميسنج رياكشن في الفورورد وفي الريفرس، في الاتنين مع بعض. دي كده أهم أسباب إن يكون في مشكلة في الفورورد والريفيرس مع بعض. أولاً، لما يظهر لنا مشكلة في الاتنين مع بعض، الفورورد والريفيرس يعني، نحل المشكلة اللي ظهرت دي في الريفيرس والمشكلة اللي ظهرت دي في الفورورد، لكننا بنقسمها كده لجزئين، فنمشي في الاتجاه ده والاتجاه ده. طيب، أول حاجة، لو كان كولد آلو أو كولد أوتو أنتيبوديز اللي عاملة المشكلة دي، هيبان معانا إزاي؟ ممكن يبان بالشكل ده. أدي حالة، دي الفصيلة بتاعتها مع الـ NTA مع الـ NTB مع الـ NTD والكنترول، ومع ده كده الفورورد، ومع الـ A1 cells والـ B cells في الـ A في الريفيرس. وهنا باين إنه كله بوزيتيف، سواء فورورد أو ريفيرس والكنترول. هنبدأ الحل إزاي؟ أول حاجة، بالنسبة للريفيرس، نعمل الطرق اللي قلنا عليها. لما كان في كولد انتيبادي في الريفيرس، وفي الفورورد نعمل ايه؟ بنعمل غسيل للار بي سيز، واشينج، ونعمل عمليه الغسيل دي بايه؟ بور سيلاين، يعني محلول الملح العادي ويكون دافي، نغسل كده السيلز اكتر من مره. وبعد كده يكون الرياكشن كله، سواء الفورورد او الريفيرس، بالبري وارمينج تكنيك اللي احنا قلنا عليه، يعني كل شيء بنعمل له وارمينج ونشتغل على الشكل ده، سواء في الريفيرس او سواء في الفورورد. ده بالنسبة لأول مشكلة. طيب، الحاجة التانية اللي ممكن تسبب لنا مشكلة في الفورورد وفي الريفيرس مع بعض الاتنين، الغلو. احنا قلنا في الريفيرس بنحاول نحله عن طريق نعمل ايه؟ اللي احنا قلنا عليه حاجة اسمها سيلاين دايليوشن. طب بالنسبة للفورورد نعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها سيلاين ريبليسمنت. وده بنعمله ازاي؟ احنا بندور العينة كويس ونشيل جزء البلازما اللي فوق الار بي سيز، وبداله بنضيف كمية من المحلول العادي. يعني زي هنا كده، العينة اهي بندورها كويس، وجزء البلازما اللي فوق ده بنشيل الكمية دي ونحط بدلها كمية من سيلاين.
محلول الملح العادي، ونشتغل بقى شغلنا العادي. نعمل ميكس الأنبوبة كويس، وفي حالات الغلو الطريقة دي إن شاء الله تجيب نتيجة. يعني نعمل اللي قلنا عليه ده، ونعمل بقى الأكشن بتاعنا عادي، وإن شاء الله تتحل المشكلة. ده كده بالنسبة للاحتمال التاني لما يحصل مشكلة في الفورورد والريفيرس مع بعض. طيب الحاجة التالتة واللي ممكن نلاحظها تعمل مشكلة، ان يكون في ويك او ميسنج في الاتنين مع بعض، في الفورورد وفي الريفيرس، زي الحالة دي كده. عاطيه نيجاتيف مع ال NTA وال NTB وال NTD والكنترول، ده كده في الفورورد، وعاطيه نيجاتيف في الريفيرس مع ال A1 سيلز وال B سيلز، يعني كله نيجاتيف. وساعتها زي ما قلنا قبل كده نعمل الانهانسمنت للرياكشن اللي قلنا عليه، سواء للفورورد او للريفيرس. زي ما ظهرت المشكله دي في الفورورد لوحده فاشتغلنا عليها، او ظهرت في الريفيرس لوحده فاشتغلنا عليها، طب لما تظهر مع الاثنين مع بعض نعمل نفس الشغل. تمام كده؟ طيب بكده نكون حاولنا بشكل مختصر جدا نتكلم عن اهم المشاكل اللي بتظهر في الاي بي او جروبينج وبعض الحلول للمشاكل دي. وبكده تنتهي محاضرتنا الثامنه من السلسله، ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.